صنعنا اطول ارجيله بابليه بالعالم. هذه الارجيله مصنوعه من النحاس الخالص والنقوش اليدويه. هذه النقوش ترمز الى الحضاره العربيه بصوره خاصه، مصنوعه او تكون الوانها مكون الوانها من اللون الاسود والذهبي، بعض النقوش باللون الابيض. والله فتشي الصراحة يعني فتشي خيالي، دخلنا للقهوة لقيناها وكانت يعني إنجاز أول مرة أشوف هيك شيء، وإن شاء الله يعني هاي النرجيلة تدخل كتاب جينيس الأرقام القياسية، لأن ما صار أكو هيك شيء يعني بالعراق أو الوطن العربي أو حتى العالم كله.